تحضر هذه الصلاة لتقديم فيها يوم الاستفتاء الذي يعرض بساحة على الساعة 9 مساء بساحة جامع الكرة. يوم الاستفتاء ازيكم؟ انا مبسوطه بيه قوي الكفتان. شكرا لك. يعني اللبس المغربي لبس جميل وشيك وانثوي وراقي، في كده رقي، انا عجبني كتير. كيف دوستي هاد الايام في المغرب في مراكش؟ انا استمتعت بكل لحظه مع الفن هنا في مراكش ومع الشعب، قد ايه جميل، يعني استقبال رائع في كل مكان الحمد لله. ديما في المغرب نحب نلبس، مش اول مره نلبس القفطان المغربي، ديما نحب يعني ناخذ لي تراديسيون دو بيي، وبالعكس القفطان يزين اي امراه ويحلي اي امراه، فبالعكس يعني المغرب يحلينا اكثر. شخص بتونسي شخص معناها يا ريت، لكن للاسف عندي بناتي يستناو فيها، لكن باش نرجع ان شاء الله. قدرت ربي. ميرسي.